الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وقال سبحانه وتعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما مناسبة هذا الباب لما قبله؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى الاستعادة والاستغاثة في الباب السابق، ذكر البراهين في هذا الباب الدالة على بطلان عبادة واستغاثة غيره، فهذا مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله. الآية الأولى في هذا الباب: أيشركون، والاستفهام إنكاري، استفهام إنكاري وتوبيخي، أي يجب أن لا يشركون بالله، أو إشراكهم هذا خطأ ومنكر. قوله: ما لا يخلق ما لا يخلق شيئا، قلنا هو النكرة في سياق النبي تفيد العموم، يعني لا ما يستطيع يخلقون ولا أي شيء، هذا المقصود. وهم يخلقون، فكيف تعبدون وتستغيثون من لا يخلق بل هو مخلوق؟ والرب المعبود أو الرب الذي يجب أن يعبد يجب أن يكون خالق ولا يجب أن يكون مخلوق، والمخلوق حادث، يعني هو حادث، والله سبحانه وتعالى هو الأول فليس قبل شيء سبحانه وتعالى. قال: وهم يخلقون، أي هم خلقوا، فكيف تعبد شيء خلق؟ قال: ولا يستطيعون لهم نصرا. هؤلاء الذين تعبدونهم لا يستطيعون ينصرونكم أو ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر. قال: ولا أنفسهم ينصرون، حتى لو وقع الاعتداء عليهم لا يستطيع نصر أنفسهم، فكيف تعبد من لا يستطيع أن ينصرك ولا يستطيع أن ينصر نفسه؟ فهم عاجزون عن هذا الأمر. إذن تبين عجز هذه الآلهة من وجوه: الأول أنها لا تخلق وهي عاجزة عن الخلق، الثاني أنه مخلوق وهذا دليل على العجز، الثالث لا يستطيعون نصر الداعي، الرابع لا يستطيعون نصر أنفسهم. الآية الثالثة في هذا الباب: قال: والذين تدعون من دونه، تدعون دعاء مسألة أو دعاء عبادة، ما يملكون من قطمير. القطمير القشرة اللي على النواة، نواة التمر، الطعام، القشرة اللي على الطعام. طيب إذا هما ما يملكون من قطمير، يقول لك: أنا أصلاً أملك النخلة كلها، أنا عندي مزرعة فيه 100 نخلة أنا أملكها، فكيف ما يملكون من قطمير؟ نقول: تكلمنا عن الملك وأن الله هو الملك الحقيقي، نقول: هذا الملك ملك إيش؟ ملك ناقص، يا هذا يروح عنك أو أنت تروح عنه، والمتحكم في هذا الأمر هو الله عز وجل. لذلك يقول لك: لا يجوز أن ترابي ولا يجوز لك أن يعني تفعل فيه شيء بالحرام. فأنت إذن ملك صحيح، عندك ملك، لكن ملكك ملك ناقص وليس ملك كامل. وذكر الله سبحانه وتعالى عن النواة، ذكر القطمير وذكر الفتيل، والفتيل هي الخيط الذي في شق النواة، وذكر سبحانه وتعالى النقير وهي النقطة والحفرة الموجودة في النواة. قال: وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، فهم لا يسمعوا، حتى هؤلاء الأولياء لا يسمعوا. قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هم ما يسمعوا، ولو نفتروا جدلا أنهم اجتمعوا إليكم لا يستطيعون الإجابة.
وهذا من السفه، وهذا من السفه، انك تدعو شيئا لا يستطيع لا يسمع، واذا سمع لا يستطيع ان يجيب، فهذا من السفه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه. قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا واضح في مثلا عزير، واضح في عيسى عليه السلام، لكن كيف يكون في اللات والعزى؟ أصنام، فكيف يكفرون بشرككم؟ يوم القيامة الآلهة تكفر بشرك هؤلاء. طيب، الإشكال هو إذا كانوا أصناما فكيف الأصنام يكفرون بشرك هؤلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما يبعث الناس يقال لكل أمة تتبع ما كانت تعبد من دون الله. طيب، وإذا كان حجر؟ قالوا: كذلك يكون هذا الحجر أمامهم يوم القيامة وهم يمشون خلف هذا الحجر. هل ممكن أن هذا الحجر يكفر بشركهم؟ نعم، إن الله على كل شيء قادر سبحانه وتعالى، ممكن، هذا ممكن، والله تعالى أعلم. يعني اللي بيعبد البقر واللي بيعبد الأصنام كله كل أمامه. نعم، البقر إحنا الحجر، فالبقر يعني من باب أولى أن تتكلم وتمشي يمشون وراها. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. لا إله إلا الله. يقول أنس يوم أحد، وهي المعركة في السنة الثالثة بعد بدر الكبرى، كانت في السنة الثالثة، قال: شج رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد في السنة الثالثة وقد هزم فيها أهل الإسلام، وذلك بسبب العصيان، عصيان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عصوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد، فكانت الهزيمة، فعاقبهم الله سبحانه. والمسلمون اليوم يريدون الانتصار على الأمم الكافرة وهم ما يعصون معصية واحدة، يعصون مئات المعاصي. لذلك الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى هو سبيل الانتصار، والله تعالى أعلم. قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم. والشد هو الجرح خاصة في الوجه أو في الرأس. إذا جرحت هنا ولا في اليد ما تقول شج، تقول جرح، جرح. إلا كان في الرأس أو في الوجه يقولون في اللغة شج. فقال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إذن في رأسه صلى الله عليه وسلم. قال: وكسرت رباعيته. وما هي الرباعية؟ ها؟ السن الذي بعد الثنايا، عندك اثنين وبعدين ضرس واحد وبعدين الناب. هذا اللي قبل الناب يسمى رباعية، اللي هو بعد اثنتين أربعة، فهذا وهذا الثالث هنا والرابع هنا يسمى رباع، فانكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم. فقال: كيف يفلح؟ والاستفهام يراد به الاستبعاد، أي يبعد عنهم ويبعد عليهم الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم شجوا نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: لا يفلحوا. فقال الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وهي تكلمنا عليه إذا تذكرون من أسبوعين ثلاثة أسابيع، تكلمنا عن ليس لك من الأمر شيء. بعض الناس يقول: فلان ليش ما صار له كذي؟ فلان هذا ظالم، فلان هذا يستاهل، فلان هذا ما يستاهل، فلان هذا ليس لك من الأمر شيء. الملك لله، التصرف لله،
أنا متى بيصير لي كذي، أنا متى بتتزوج، هذا ولدي متى بيشتغل، هذا متى. ليس لك من الأمر شيء، عليك الدعاء. أما التصرف في هذا الكون فهو لله عز وجل. فقال له ليس لك من الأمر شيء، هذا هو الأصل، وهذا من اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى. قال وفيه عن ابن عمر رضي الله عنه، وفيه أي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه، كان يقول إذا رفع رأسه من الركوع بالركعة الأخيرة من الفجر اللهم ألعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم ألعن فلانا وفلانا، فأنزل الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية كان يدعو على صفوان بن أمية، صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء. وهؤلاء أسلموا وأسلم أبناؤهم، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يريد يعني أن يلعنه الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى بعلمه وقدرته أسلم هؤلاء وحسن أسلم. قال وفيه عين الصحيح. نعم يقول لك بالنسبة للدعاء في الصلاة الفجر، هذا يقول يجوز الدعاء هذا الموضوع؟ نعم، هذا كان صلى الله عليه وسلم إذا كان هناك نازلة أو كان في كان يدعو صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، يقنت في صلاة الفجر بعد الركوع الثاني صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله وفيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين فقال يا معشر قريش او كلمة نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ذكر هذا الحديث رحمه الله المصنف لكي يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع ولا يرى، قال لعمته وعمه وبنته لا سألوني الآن لا يعني لا أستطيع أن أنفعكم بشيء، لا أغني عنكم من الله شيئا. قال سألهم الحين بعد موته لا يغني، نعم بعد موته قال لا أنفعكم بشيء. قال قام رسول الله، قام أي خطيبا عندما أنزل الله سبحانه وتعالى وانذر عشيرتك الأقربين، والإنذار هو الإعلام المقرون بالتخويف، إعلان مقرون بالتخويف، هذا هو الإنذار. عشيرتك أقربائك، عشيرتك الأقربين، لذلك الأقربون أول بالعروض. فدائما إذا بديت بدعوة أو بديت بأي شيء عليك أن تبدأ بالأقرب ثم الأقرب. قال لا أغني عنكم من الله شيئا، وهذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، لا أغني عنكم من الله شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغني شيئا، لا يضر ولا ينفع. لذلك من باب أولى هؤلاء الأولياء وأصحاب الأضرحة فهم من باب أولى لا ينفعون ولا يضرون. نأخذ الباب الثاني ولا نتوقف؟ تفضل. نتوقف؟ نفسه الشيخ تفضل. الشيخ كم يقول الشيخ شيء يقول نتوقف؟ المشايخ يقولون نتوقف. هذا وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.